سكايب. سيادة العميد أهلا بك. إذا عبر الهاتف سيادة العميد مارون، أهلا بك. شكرا للاستضافة. يعني في البداية، مساعدة الأمريكية المطلقة للجيش الإسرائيلي في حربه سواء في قطاع غزة أو العدوان المستمر على لبنان الآن هو دعم مطلق، يعني آخر هذا الدعم هو مساعدة إسرائيل بمنظومة ثد لصد الصواريخ. هل تستطيع هذه المنظومة برأيك صد كل الصواريخ الخاصة بحزب الله وبإيران في المستقبل عن إسرائيل؟ يا سيدتي، لا تستطيع أي قبة، هي قبة دفاعية وليست قبة تعدم الصواريخ، يعني هي قبة دفاعية ولها قدرات محدودة. هذه البطارية تسع لحوالي 48 صاروخ، فإذا رمينا 100 صاروخ هناك 50 صاروخا على الأقل يسقطون على الأهداف، يعني على الأهداف المحددة لها في إسرائيل. وهذه مهما فعلوا لن يستطيعوا، هم يستطيعوا التخفيف ولكن لن يعدموا إطلاق الصواريخ من لبنان ولن يسقطوا جميع الصواريخ. هذا معلوم بالعلم العسكري. نعم. وأيضا أمريكا ليس فقط تعطي إسرائيل قبة حديدية، ولكن لقد منحت إسرائيل يوم أعلنت أمريكا عن مشروع قرار يقضي بوقت إطلاق النار، أهدت إسرائيل 8 مليارات و700 مليون دولار ذخائر وأسلحة، يعني كانت تخطط لضرب المزيد من العدوان على لبنان وضرب بنيته التحتية بكل معنى الكلمة. اليوم لقد انتهت الأهداف، بنك الأهداف انتهى لدى إسرائيل، وهي اليوم مثل ما سمعتم تهدد المؤسسات التي تأوي النازحين مثل ما كانت تفعل في غزة. نفس السيناريو. وربما هذا يأتي على الرغم من تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي بالأمس بأنه تلقى تطمينات من الولايات المتحدة بأنه سيتم تخفيف إطلاق النار الإسرائيلي على مناطق لبنان لا سيما المناطق المدنية. تأتي هذه المجازر تستمر أيضا سيادة العميد، يعني كيف تقرأ هذا الموقف الإسرائيلي؟ إسرائيل لم تعلن ذلك، إنما أعلنه يعني رئيس الحكومة اللبنانية، ولا أدري على ماذا يعتمد رئيس الحكومة. هل يعتمد على صدق إسرائيل؟ وإسرائيل معروفة بقضايا الصدق، وهي أكذب من يعني لا يستطيع المرء تصديق أي شيء يصدر عن إسرائيل، لأن إسرائيل لديها أهداف محددة وقد قررت وصممت عن سابق تطور وتصميم تدمير لبنان منذ عقود، وهي في كل مرة تستغل الفرص وترمي في الشرك حزب الله أو غيره لكي تدمر لبنان وتحتل أرضه. والآن إذا دخل العدو الإسرائيلي إلى لبنان هذه المرة أنا لست متفائلا، لن وإذا صدر مليون قرار عن مجلس الأمن وتحت البند السابع لن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي ستحتلها، بل ستنشئ مثل يعني مهمات بين إسرائيل ولبنان، يتلقى هذا المهمات الضربات مثل ما فعلت عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي. لم تنسحب من كل الأراضي اللبنانية، وبقيت يعني المنطقة جنوب الليطاني بقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي لعام 2000 حيث انسحبت تحت ضربات المقاومة، لم تنجح لتنفذ القرار 425.
نعم، ولكنها انسحبت في أعقاب حرب 2006. الآن وقد يعني أعلنها صريحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يسعى إلى تغيير ملامح الشرق الأوسط. هذه السياسة الواضحة الآن على الأرض يعني تقابل برفض دولي واستنكار شديد ومحاولات من عدة دول آخرها فرنسا لوقف بنيامين نتنياهو عن هذه العمليات، لا سيما في لبنان. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يكون دور المجتمع الدولي فاعلا خلال هذه المرحلة في صد إسرائيل عن هذا الطموح؟ أنا أرى أن الغطرسة الإسرائيلية، وهذه غطرسة ويعتبرون أنفسهم نصف آلهة اليوم، لأن لديهم القوة ولديهم الدعم الأمريكي، و يعني يتمترسون خلف أن لهم الحق في أمنهم القومي وفي أمنهم الاجتماعي، وكأن باقي البشر ليسوا بشرا وإنما هم الوحيدون البشر. وهذا ناتج عن تراجع الأمم المتحدة كمنظمة تحل المشاكل بين الشعوب، التي أنشأت من أجلها، أنشأت لتحل المشاكل بين الشعوب، وهي مسيطر عليها من قبل أمريكا في الدرجة الأولى ومن قبل مصالح الغرب في الدرجة الثانية. ولو كان كنا نسمع من هنا وهناك بعض التصاريح من فرنسا او ايطاليا اليوم تشدد على عدم المس بقوات الطوارئ الدوليه، لان هي ترأس اليوم هذه القوى، ضابط ايطالي يرأس هذه القوى وفرنسا مشاركه في القوى. كيف تقبل فرنسا ان يهان جنودها في لبنان ويكونون تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم. وهم أتوا من أجل حفظ السلام، ولم يستطيعوا الرد على القصف الإسرائيلي. وفي شرعة الأمم المتحدة هم لهم الحق إذا كانت حياتهم بخطر الرد، ولو كانوا قوات حفظ السلام وليسوا قوات فرض السلام. العميد مارون توفيق، الخبير الاستراتيجي، كنت معي من بيروت، شكرا على هذه المتابعة.